أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجري عليه السكون والحركة وكيف يجري عليه ما هو إجراه ويعود فيه ما هو إبداه ويحدث فيه ما هو أحدثه، إذا لتفاوتت ذاته ولتجزأ كنهه ولمتنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، وللتمس التمام إذ لزمه النقصان، وإذا لقامت آية المصنوع فيه ولتحول دليلا بعد إن كان مدلولا عليه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة السابعة، الجهمي والمجسم هل يتفقان، الأمر السابع، الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة، والنقطة الثالثة، الخليفة ومماليكه وحاشيته، النقطة الرابعة، هولاكو وجينكس خان والمغول والتتار. ولا زال الكلام في النقطة الثالثة، ثم ندخل اليوم إن شاء الله في النقطة الرابعة بعون الله تعالى. في تكملة الرد على نونية ابن القيم وهو من أئمة التوحيد الأسطوري، تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم، قال الكوثري: ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه وأبعدها غورا في الضلال وأشنعها إغراء للحشوية ضد أهل السنة وأوقحها في الكذب على العلماء. وقال الذهبي في رسالته إلى ابن تيمية: إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يا رجل بالله عليك كف عنا، فإنك محجاج عليم اللسان، لا تقر ولا تنام، إياكم والأغلوطات في الدين، والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد يا ابن تيمية. وفي قبول الشهادتين شكوك عند الذهبي، يقول: والله في القلوب شكوك، إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد. إذن الكلام في الأمر السابع، الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة، النقطة الثالثة، الخليفة ومماليكه وحاشيته. وصلنا إلى المورد الثامن في تاريخ الإسلام الذهبي، قال عبد الله المعتصم بالله: حكى جمال الدين بن رطلين عن أبيه، هذا جمال الدين يتحدث عن أبيه، عن ابن رطلين، حكى جمال الدين عن أبيه أنه قال: أخذوا الخليفة ليقتلوه وكان معه خادم يقال له قرنفل، فألقى عليه نفسه يقيه من القتل، فقتلوا الخادم وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات، وكانوا يسمونه الأبله، وكانوا يسمونه الأبله، التتر التتار المغول،
من كان مع المغول كانوا يسمون الخليفة بالأبله. يكمل الذهبي الكلام: وحدثني شيخنا ابن الدباهي قال: لما بقي بين التتار وبين بغداد يومان أعلم الخليفة حينئذ فقال، قالوا له وصل التتار، بقي يومان حتى يصل التتار إلى بغداد، إلى أسوار بغداد، إلى دار الخلافة، هل صدق بهذا أو لم يصدق؟ ماذا فعل؟ فقال: عدلان يروحان يبصران، يعني لم يقل ليأتي عدلان يشهدان بأن المسافة بقيت عبارة عن يومين، لا، وإنما قال يذهب عدلان. فقال: عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح. عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح. ثم طلب الخليفة والدي فحضر، هذا الراوي يقول: ثم طلب الخليفة والدي فحضر والدي إلى بين يديه وطلب منه الرأي، وطلب منه الرأي وقال: كيف نعمل؟ فصاح والدي وقال: فأت الأمر، كنتم صبرتم زاد، لو صبرتم أكثر. قال: فات الأمر، كنتم صبرتم زادة، كنتم صبرتم زيادة، كنتم صبرتم أكثر من هذا. هذا هو حال الخليفة، هذا هو حال إمام المسلمين وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين. المورد التاسع: المختصر في أخبار البشر أبو الفداء يقول: ثم دخلت سنة 40 و600، سنة 640 هجري، ذكر وفاة المستنصر بالله. ثم دخلت سنة 54 و600، قال أبو الفداء فيها: في سنة 654 هجري جرى للناصر داود مع الخليفة، للناصر داود الأيوبي مع الخليفة، ما صورته أنه لما أقام ببغداد بعد وصوله مع الحجاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رد وديعته، أرسل الخليفة المستعصم من حاسب الناصر داود المذكور على ما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف، صار يحسب عليه كل ما صرف عليه في فترة الضيافة مثل اللحم والخبز والحطب والعليف والتبن وغير ذلك، وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان، وأرسل إليه شيئا نزرا، وألزمه أن يكتب بخطه بقبض وديعته، وأنه ما بقي يستحق عند الخليفة شيئا، فكتب خطه أو فكتب بخطه بذلك كرهن، وسار عن بغداد وأقام مع العرب، وسار عن بغداد وأقام مع العرب. إذن يوجد مكان، يوجد شريحة اجتماعية، يوجد مجتمع من العرب ويوجد مجتمع من غير العرب، يوجد مواطن من الدرجة الأولى، يوجد حرس خاص، يوجد منطقة قضاء، يوجد قصر جمهوري، يوجد كبراء القوم، يوجد ذو الطول، ويوجد العرب، وأقام مع العرب. ثم أرسل إليه الناصر يوسف بن العزيز بن غازي بن يوسف صاحب الشام، فطيب قلبه وحلف له، فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية. تعليق: لقد غفل التيمية أن ينسبوا فعل الخليفة القبيح إلى ابن العلقمي، وهذه هفوة لا تغفرها لهم أبدا أربابهم الأمرد ورفاقه، هذا ألف باء، تا
تذكرون كيف طعن التيمية بالخليفة العباسي بسبب أخذه للوديعة التي أوضعها عنده الناصر داود الأيوبي، لكن تبين أن الأمير الإمام ولي الأمر الناصر داود قبوري صوفي رافضي وثني كاهن ساحر دجال، لأنه استشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لرد وديعته حسب مقاييس ابن تيمية وزمرته التكفيرية القاتلة. فكيف صار التيمية يدافعون عن هذا القبوري ضد الخليفة العباسي؟ جيم كرد وترك مماليك صاروا أسياد البلد، كرد وترك مماليك صاروا أسياد البلد وحكامه، ومن ينبذ منهم فمصيره أن يقيم مع العرب. قال وسار عن بغداد وأقام مع العرب، فيستحي ويستنكف السلطان الحاكم المملوك أن يكون قريبه ورفيقه بالمملوكية والقومية بين العرب، فأرسل إليه وأخرجه من ذل ومهانة ومنقصة وسفالة الإقامة مع العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دال: إذا كان الخليفة أمير المؤمنين وإمام المسلمين وولي أمرهم قد أرسل إلى داود الأيوبي من حاسبه على ما تم صرفه عليه من أموال من قبل الخليفة وأعطاه ما بقي في ذمته من الوديعة، فلماذا إذن تخونون الخليفة أمير المؤمنين؟ وإذا كان ما يكتبه الإنسان بالإكراه لا يعتبر إقرارا ولا إمضاء لما كتبه، فلا اعتبار فيما كتبه ولا تترتب عليه الآثار، فلماذا إذن تعتبرون البيعة تحت الإكراه وتحت تهديد السيف وقطع الرقبة بيعة صحيحة وتامة وترتبون عليها الآثار ومنها تحقق إجماعات مدعات؟ هذا فيما يكتبه الإنسان تحت الإكراه، فضلا عما يقوله بالإكراه أو يسكت عليه بالإكراه أو يسكت عنه بالإكراه. المورد العاشر: المختصر في أخبار البشر أبو الفداء. ثم دخل السنة 640 هجري، ذكر وفاة المستنصر بالله المستعصم بالله. لما مات المستنصر اتفقت آراء أرباب الدولة مثل الدوادار أو الدويدار والشرابي على تقليد الخلافة ولده عبد الله، ولقبوه المستعصم بالله. أقول خليفة إمام المسلمين وولي أمرهم وأمير المؤمنين يتم تنصيبه بمؤامرة المماليك وسطوتهم، وهذا أفضل وأشرف وأنقى طريق عند دواعش الفكر والأخلاق التيمية في تنصيب الإمام وثبوت الإمامة للإمام. فأين إذن السقيفة وأين الإجماع وأين وصية الأول للثاني وأين شورى الستة؟ يكمل أبو الفداء يقول: وكان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي، فاستبد كبراء دولته بالأمر. هذا المستعصم الخليفة الأخير آخر الخلفاء الذي سقط وسقطت بغداد معه، الذي أسقط الخلافة وأسقط الدولة الإسلامية. كان عبد الله المستعصم ضعيف الرأي، فاستبد كبراء دولته الشرابي والدويدار، فاستبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال. من الذي حسن له يا ابن تيمية؟ يقول: وحسنوا له قطع الأجناد وجمع المال ومداراة التتر، ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر.
التفت، خليفة عبارة عن صورة لا أكثر، لا يهش ولا ينش، مستوب الإرادة، لا حول له ولا قوة. فهل يوجد إنسان على طول العصور غير التيمية يصدق أن ابن العلقمي قد غرر بهذه الصورة وكان يتحكم بها، وكانت الصورة تستجيب لأوامر ووسوسات ابن العلقمي وتنفذ له ما يريد، ومنها تسليح الجيش وهي صورة أمرها ليس بيدها؟ فيا تيمية، هل كان ابن العلقمي مسيطرا على الصورة وعلى من بيده الصورة من دويدار وشرابي وباقي المماليك وأئمة تيمية من ابن الجوزي وأبنائه وعاشيته وباقي أرباب الدولة؟ فلماذا لا تقولون بهذه الخرافة وتصرحون بهذا فتكون أسطورتكم أقل سفاهة وتفاهة مما طرحتموه من أسطورة وخرافة يا فاقدي العقول والضمائر؟ يكمل: ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، ذكر استيلاء التتر على بغداد. في أول هذه السنة قصد هولاكو ملك التتر بغداد وملكها في 20 من المحرم، وقتل الخليفة المستعصم بالله. كان الخليفة كان ضعيف الرأي، قد غلب عليه أمراء دولته لسوء تدبيره، وهو آخر الخلفاء العباسيين، وكان ابتداء دولتهم في سنة 32 و100، أي في سنة 132 هجري، وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، وكانت مدة ملكهم 524 سنة تقريبا، أي ملك العباسيين، وعدد خلفائهم وعدة خلفائهم 37 خليفة. حكى القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني من أثق به أنه وقف على كتاب عتيق فيه ما صورته أن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، بلغ بعض خلفاء بني أمية عنه أنه يقول، بلغ بعض خلفاء بني أمية عن علي بن عبد الله بن عباس أنه يقول أن الخلافة تصير إلى ولده أو ولده، يعني شخص ينقل رواية، ينقل قولا، ينقل حديثا، ينقل أثرا عن من سبقه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن التابعين. قال إن الخلافة تصير إلى ولده أو إلى ولده. ماذا فعل الأموي؟ فأمر الأموي بعلي بن عبد الله بن عباس، هذا علي ابن حبر الأمة ابن عبد الله بن عباس، فحمل على جمل وطيف به وضرب، وكان يقال عند ضربه: هذا جزاء من يفتري ويقول إن الخلافة تكون في ولده أو في ولده. بعد هذا كيف تتوقعون أن أهل البيت سلام الله عليهم وأتباع أهل البيت وأصحاب النبي وأتباع الصحابة سلام الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين، كيف تتوقع من هؤلاء يصرحون بولاية أهل البيت، بأحقية أهل البيت، بأفضلية أهل البيت سلام الله عليهم، بأفضلية علي وآل علي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بأفضلية آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجزى الله العلماء المحدثين الكتاب الرواة المؤرخين الفقهاء من السنة ومن الشيعة في وسط ذاك الإرهاب الأموي والتكفير الأموي، نقلوا لنا حقائق كثيرة وأدلة كثيرة وحجج دامغة على ما نحتج به على المارقة وعلى التيمية، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين.
يكمل يقول: فكان علي بن عبد الله المذكور رحمه الله يقول: إي والله لتكونن الخلافة في ولدي لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم. فوقع مصداق ذلك وهو ورود هولاكو وإزالته ملك بن العباس. تعليق: أين الإنصاف وأين الضمير الحي وأين العقل؟ مجرد أنه نقل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أحد الصحابة أو التابعين أو عن والده حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، ففعل به الحاكم الأموي ما فعل. فكيف إذن الحال بآل بيت النبي المصطفى عليهم الصلاة والسلام، وكيف بشيعتهم؟ فكم من الحقائق والوقائع والأحاديث الصحيحة قد دفنت وطمرت وخفيت عن المسلمين بسبب الإرهاب والإجرام الأموي، وكم علينا أن نشكر ونقر بالامتنان والعرفان لكل علماء المسلمين من السنة والشيعة الذين جازفوا وضحوا كثيرا من أجل أن ينقلوا لنا ما يرشدنا إلى طريق الهداية والاهتداء، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. المورد 11، المورد 11 في مآثر الإنافة في معالم الخلافة، مآثر الإنافة في معالم الخلافة، أحمد القشندي، 37 من خلفاء بني العباس بالعراق، المستعصم بالله. قال القشندي: كان ضعيف الرأي والبصر، كان ضعيف الرأي والبصر بتدبير الأمور ذا طمع، بويع له بالخلافة عقب موت أبيه المستنصر سنة 400 و600 باتفاق من أهل الدولة. تنبيه: لم تكن بيعته ضمن السياقات المعروفة والمعتادة والطبيعية في الخلافة العباسية وغير العباسية، ولهذا قال باتفاق من أهل الدولة. ومن الواضح أن ابن العلقمي لا دور له في هذه المؤامرة لتنصيب المستعصم. يكمل القشندي يقول: الحوادث والماجريات في خلافته، لما ولي الخلافة استبد كبراء دولته بالأمر. لاحظ، لما ولي الخلافة استبد كبراء دولته بالأمر. الدويدار والشرابي وحسنوا له، استبد كبراء دولته بالأمر وحسنوا له قطع الأجناد ومدارات التتر، ففعل ذلك وأبطل أكثر العساكر. أقول: أين ابن العلقمي وأين استبداده بالأمر وأين تحسينه قطع الأجناد يا مدلس يا أبالسة؟ وجريا على السياق العقلي المنطقي الطبيعي، فإنه في النتيجة لم يحملهم المسؤولية أصلا، أو لم يحملهم كل المسؤولية، بل جعل المسؤولية برقبة الخليفة وهو الذي يتحمل وزرها قانونا وشرعا، فنسب الفعل إلى الخليفة وليس للموسوسين له. فقال: ففعل ذلك الخليفة وأبطل أكثر العساكر. فما بال التيمية والمنهج التديسي الحاقد لما يصل إلى الشيعة يفقد عقله وضميره وإنسانيته وكل مقاييسه، فينقلب رأسا على عقب. وكما سنرى كيف أنه عندما يصل إلى ابن العلقمي سيخالف ما قاله هنا، فيرمي كل المسؤولية برأس ابن العلقمي وبخرافة أمالة ابن العلقمي وبخرافة مفاجئة، يبرئ الخليفة وكبراء الدولة
ويحمل المسؤولية لابن العلقمي. قال: وكان التتر من أولاد جنكيز خان قد خرجوا على بلاد الإسلام على ما تقدم وملكوا أكثر بلاد الشرق والشمال. أقول هذا يدحض أكاذيب التيمية في أن الخليفة وقادته كانوا يجهلون بقدرات وقوة هلاكه وعساكره وحملاتهم على بلاد الإسلام وغزوهم البلاد بعد البلاد. وليست بغداد بمستثنات عن قصد التتار وغزواتهم، خاصة مع وجود حملة مغولية سابقة لغزو بغداد قد باءت بالفشل. يكمل قال: وكان أهل الكرخ من محلات بغداد رافضة، فجرى بينهم وبين أهل السنة فتنة ببغداد، فأمر أبو بكر بن الخليفة المستعصم وركن الدين دويدار أمروا العسكر ونهبوا الكرخ وهتكوا النساء وزادوا فركبوا منهن الفواحش. أقول سلوك داعشي تكفيري إرهابي، وكما يحصل الآن من دواعش مارقة في هذا الزمان. قال: وكان للمستعصم وزير يقال له مؤيد الدين بن العلقمي رافضي، فشق ذلك عليه فكتب إلى هولاكو ملك التتر وأطمعه في البلاد، فخرج هولاكو الاستيلاء على بلاد الخليفة. تعليق: كان هولاكو مسالما أبا رحوما عطوفا على المسلمين وخلفاء المسلمين وملوكهم وسلاطينهم، وفجأة غرر به ابن العلقمي فأطمعه في البلاد في بغداد وخلافتها. والمفاجأة الكبرى أن هولاكو استجاب له دون تردد. والمفاجأة الأكبر أن ابن العلقمي لم يعاقب على خيانته الكبرى، بل بقي على منصبه وسلطته وتسلطه كوزير للخليفة العباسي. فهل الخيانة الأعظم من الخائن نفسه أو ممن ترك الخائن على منصبه وعلى اطلاعه على كل تفصيلات الدولة دون رادع ولا عقاب؟ ولا جواب إلا بالقول أنهم كانوا جاهلين بعمالته وخيانته. إذن كيف علم التيمية ومنهج التدليس بعمالته بعد عشرات ومئات السنين؟ فهل عرفوا ذلك من مذكرات قادة المغول التي كانوا يكتبونها عادة كما يفعل قادة الغرب الآن، وليست مذكرات قادة الاحتلال الأمريكي الغربي للعراق ببعيدة عن الذاكرة؟ فأين إذن مذكرات قادة التتار التي اطلع عليها المدلسة والتي خفيت عن باقي الناس؟ ربما تكون موجودة عند أجمل أرباب التيمية وأوسمهم الشاب الأمرد. قال: وكان بركة بن طوجي خان صاحب بلاد الشمال التي قاعدتها الآن السراي قد أسلم على يد الباخرزي أحد مشايخ الصوفية وأوصاه بالخليفة المستعصم، وكتب بركة إلى الخليفة يعرفه ذلك وأنه معاضده وناصره، وانتظمت الصحبة بينه وبين الخليفة. فمر هولاكو على بركة قاصدا بغداد، فاعترضه بركة ومنعه من ذلك وقال: إن الخليفة صاحبي فلا سبيل إلى وصولك إليه، وإن لم ترجع عنه حاربتك. فتوقف هولاكو حينئذ عن قصد بغداد سنتين حتى مات بركة فقصد بغداد حينئذ. هل من تعليق؟ ماذا عندكم؟ ماذا تقولون؟ تعليق: خيالات وروزخونيات داعشية. فاحشة بغداد الكبرى التي ارتكبها ابن الخليفة والدويدار ضد الشيعة
لم يكن بينها وبين قصد هولاكو بغداد وتحركي إليها سنتان. لاحظ المجزرة الفاحشة الكمرى الإبادة التي وقعت على الشيعة في بغداد الكرخ لم يكن بينها وبين تحرك هولاكو وقصد هولاكو لبغداد سنتان، لم يكن بينها سنتان، بل كانت الفترة ما يقارب العام الواحد، إذا كان يقصد فتنة الكرخ التي حصلت في آخر شهر من سنة 654 هجري، وستكون الفترة أقل من السنة بكثير إذا كان القصد الفتنة بين السنة والشيعة سنة 655 هجري، فهذه حصلت في نفس سنة سير هولاكو إلى بغداد قادما من همدان، فكلتاهما وقعتا في سنة 655، أي الفتنة وسير هولاكو وقعتا في سنة 656 هجري، فأين السنتان؟ حتى يقول تحرك هولاكو فمنعه بركة وانتظر لمدة عامين حتى تحرك مرة ثانية نحو بغداد هولاكو. لاحظ هذه الهمبلة، لاحظ هذه الأكذوبة، لاحظ هذه الروزخونية. يقول حصلت المجزرة وحنق وحقد ابن العلقمي فأرسل إلى هولاكو فتحرك هولاكو فمنعه بركة فبقيت الأمور ساكنة لمدة عامين ثم تحرك هولاكو ثم اجتاح بغداد. لاحظ كم أعطى فترة بين وقوع الفتنة والمجزرة ضد الشيعة وبين دخول بغداد، أكثر من عامين. وفي حقيقة الأمر وفي واقع الأمر أن ما حصل بالمجزرة على الشيعة وسير هولاكو نحو بغداد لا يتجاوز العام بكل تأكيد. في تاريخ بغداد جزء 48 في صفحة 23 قال الذهبي سنة 54 و600 فتنة الكرخ، فيها كانت فتنة الكرخ في ذي الحجة في 654 هجري، قتل أهل الكرخ رجلا من قطفتا فحمله أهله إلى باب النوبي ودخل جماعة إلى الخليفة وعظموا ذلك ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد، يعني هذا عبارة عن كذب وافتراء، فصدقهم الخليفة. هنا صدقهم الخليفة، في تحرك المغول لم يصدق الخليفة، ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد فأمر بردعهم، فركب الجند إليهم وتبعهم الغوغاء، فنهب الكرخ أو فنهب الكرخ وأحرقت عدة مواضع وسبوا العلويات وقتلوا عدة واشتد الخطب، ثم أخمدت الفتنة بعد بلاء كبير وصلب قاتل الأول. لاحظ في أواخر 654 حصلت المجزرة، بعد المجزرة على ابن العلقمي أن يرسل إلى هولاكو فأرسل إلى هولاكو، هذه أيضا فترة زمنية، لاحظ في ذي الحجة يعني في آخر شهر من سنة 654 فأرسل إلى هولاكو، هناك هولاكو يحتاج إلى أن يجهز الجيش فجهز الجيش والعساكر فتحرك نحو بغداد. وبعد هذا في نهاية 655 وفي بداية 656 في الأيام الأولى حصلت معارك خارج بغداد وانكسر جيش الخلافة. إذن الفترة أقل من عام بين الحادثة الأولى المجزرة الأولى وسير هولاكو، وفي المجزرة الثانية أقل بكثير من العام. وقال أيضا الذهبي ثم قال سنة 55 و600 الفتنة بين السنة والشيعة، وفيها كانت فتنة هائلة ببغداد بين السنة والشيعة أدت إلى خراب ونهب وقتل جماعة من الفريقين واشتد الأمر، ثم بعث الخليفة من سكن الفتنة. ثم قال الذهبي مسير هولاكو إلى بغداد، وفي سنة 655 هجري سار هولاكو من همدان قاصدا بغداد. إذن هذه الفتنة بين السنة والشيعة حصلت في سنة 655 وهولاكو سار أيضا في سنة 655، فأين السنتان؟ تعلم الأبالسة
الكذب من ابن تيمية ومن المنهج التيمي. يقول: ثم قال: مسير هولاكا إلى بغداد في سنة 655 هجري، سار هولاكا منها مدان قاصد بغداد، فأشار ابن العلقم الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه، فثناه عن ذلك الدويدار وغيره. لاحظ إذن فتنة الكرخ كانت في ذي الحجة، أي آخر شهر من سنة 654 هجري. وفي سنة 655 هجري سار هولاكو، فلا تتجاوز الفترة بينهما السنة الواحدة، فأين السنتان اللتان توقف فيهما هولاكو عن غزو بغداد بناء على طلب بركة صاحب بلاد الشمال؟ وكذلك في الفتنة الثانية في سنة 655، وفي نفس السنة سار هولاكو إلى بغداد. إذن وكذلك الفتنة الثانية والمجزرة على الشيعة حصلت في 655 هجري، وفي نفس السنة سار هولاكو إلى بغداد. فأين السنتان اللتان توقف فيهما هولاكو عن غزو بغداد بناء على طلب بركة صاحب بلاد الشمال؟ خزعبلات ألف ليلة وليلة تيمية. يكمل صاحب كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة القلقشندي، يقول: وكان عسكر بغداد قبل ولاية المستعصم 100,000 فارس، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم، فصار عسكرها دون 20,000 فارس. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ، إذن المستعصم سرح الجيش، سرح العساكر من أجل أي شيء؟ لضرورة الحاجة إلى الأموال كي يحملها إلى هولاكو. فأين ابن العلقمي في هذا القرار؟ نكتفي بهذا المقدار من الكلام في النقطة الثالثة، الخليفة ومواليكه وحاشيته. وأيضا ذكرنا سابقا ما فيه فائدة وله مدخلية في هذه النقطة الثالثة، وأيضا سنذكر لاحقا بعض الموارد التي أيضا لها مدخلية في النقطة الثالثة ممكن الاستفادة منها. النقطة الرابعة، هولاكو وجينكس خان والمغول والتتار. ظهرت قوة التتار في سنة 603 هجري، وأول ما ظهرت في منغوليا بشمال الصين، وأول زعمائها تيموجين، وقد أطلق على القائد تيموجين اسم جينكس خان، وحسب الترجمة فإنه بمعنى، هذا جينكس خان بمعنى قاهر العالم أو ملك ملوك العالم أو إمبراطور العالم. أقول لاحظ، ممكن أن يكون في هذا إشارة إلى أن البدايات الأولى والبذرة الأولى لظهور المغول تشير إلى طموحهم وعزمهم وإصرارهم على غزو العالم كله، فاستخدموا لقب قاهر العالم أو ملك ملوك العالم. وفي هذا رد إضافي على ابن تيمية وكل مدلس يدعي أن المغول لم يكن في مخططهم ورغبتهم قصد بغداد وإسقاط خلافتها، فيضاف ذلك إلى باقي الردود التي أبطلنا بها باقي مدعيات التدليس الخرافي. المغول قبائل من شمال الصين من صحراء جوبي في منغوليا، وقيل إن التتار مجموعة قبائل منها قبيلة المغول. ولما سيطر جينكس خان المغولي على تلك المنطقة وبدأ يوسع نفوذه إلى باقي المناطق والبلدان، صار يطلق على تلك القبائل التترية بالمغول. بدأ المغول
غزوهم العالم تحت شعار القضاء على السلاطين والملوك الظالمين ونشر العدل في البلدان وتمكين الدين بين الناس، والغالب على ديانتهم البوذية مع بعض الشعائر من المسيحية والإسلام. امتد نفوذ وسلطة المغول من مشارق الأرض في كوريا مرورا بالصين وبلاد ما وراء النهر، ثم إيران وتركيا والعراق وبلاد الشام، كما وصلوا إلى أوروبا في روسيا وبلغاريا وغيرهما من بلدان، كما وصل سلطانهم إلى بلاد السند وأفغانستان. وقد فشلوا في غزو مصر بعد تجييش وتحشيد لسنوات، وبمرور الوقت قد دخل الكثير منهم وقادتهم الإسلام. كانت لهم علاقة طيبة مع البلاد الإسلامية، حتى وقعت عملية قتل لمجموعة من تجار المغول على يد بعض حكام المسلمين في بلاد الإسلام، فثارت ثائرة المغول التتار، فبدأت المصائب والكوارث تنزل على المسلمين وبلاد الإسلام. لنتعرف الآن على ما حصل من خلال قراءة ما وصل إلينا عن هلاك وقادة المغول وعساكرهم، مع الالتفات إلى أنه لو لم يصل إلينا عنهم إلا ما وصفوا به الخليفة بالأبله، وصف الخليفة بالأبله، لكفى هذا، لكفى لكل عاقل معرفة ما جرى وسبب ما جرى، ولتيقن حقيقة التدليس التيمي الذي جرى. والكلام في موارد: المورد الأول تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 261، قال الذهبي: حكى جمال الدين ابن رطلين عن أبيه أنه قال: أخذوا الخليفة ليقتلوه، وكان معه خادم يقال له قرنفل، فألقى عليه نفسه يقيه من القتل، فقتلوا الخادم وعادوا إلى رفس الخليفة حتى مات، وكانوا يسمونه الأبله. وحدثني شيخنا ابن الدباهي قال: لما بقي بين التتار وبين بغداد يومان، أعلم الخليفة حينئذ فقال: عدلان يروحان يبصران إن كان هذا الخبر صحيح. ثم طلب والدي فحضر إلى بين يديه، أي ثم طلب الخليفة والدي فحضر إلى بين يديه وطلب منه الرأي، وقال: كيف نعمل؟ قال الخليفة: كيف نعمل؟ فصاح والدي وقال: فات الأمر، كنتم صبرتم زاده، لو صبرتم أكثر يكون أفضل، فات الأمر، كنتم صبرتم زاده. المورد الثاني الذهبي في تاريخ الإسلام جزء 48 في صفحة 37 سنة 656 هجري، كانت بغداد. قال الذهبي: إن التتار يبذلون السيف مطلقا، فإنه راح تحت السيف الرافضة والسنة وأمم لا يحصون. ثم ضرب هولاكو عنق باجونين لأنه بلغه عنه أنه كاتب الخليفة وهو في الجانب الغربي. لاحظ، كل من يشك به يقطع عنقه، ينتهي الأمر. هذا قائد من قادة هولاكو. لاحظ، مجرد ما بلغه أنه كاتب الخليفة ضرب عنقه. يكمل الذهبي يقول: ما زالوا في قتل وسبي وتعذيب عظيم لاستخراج الأموال مدة 40 يوما، فقتلوا النساء والرجال والأطفال، أهل البلد وأهل سائر القرى ما عدا النصارى. أين لهم شحاني حرسوهم، وانضم إليهم خلق فسلموا. وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات والتجأ إليهم خلق. إذن يوجد تجار، هو يتحدث عن تجار، أعطوا الأموال، دفعوا الرشا، دفعوا الفدية، فأعطوا الكتب، عدم التعرض، كتاب الأمان،
والتجأ إليهم خلق من الناس، من العراقيين، من أهل البلد، وأيضا سلموا على أنفسهم. وكان ببغداد عدة من التجار سلموا لفرمانات، والتجأ إليهم خلق، وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني وصاحب الديوان ودار ابن الدواني الحاجب، هؤلاء لا يذكرهم ابن تيمية حتى يتم التغرير وتتم الأكذوبة ويتم الافتراء على ابن العلقمي. لاحظ، ليس فقط ابن العلقمي، لكن يوجد غير ابن العلقمي من علماء السنة جرى لهم ما جرى لابن العلقمي. يقول: وسلم من بدار ابن العلقمي ودار ابن الدامغاني صاحب الديوان ودار ابن الدواني الحاجب، وما عدا ذلك ما سلم إلا من اختفى في بئر أو قناة، وأحرق معظم البلد. المورد الثالث: الذهبي في الجزء 48 من صفحة 28 إلى صفحة 40، سنة 55 و600، توجيه الهدايا إلى هلاكو. وفي رمضان توجه الملك العزيز بن السلطان الملك الناصر يوسف وهو صبي مع الأمير الزين الحافظي وجماعة بهدايا وتعف إلى هلاكو. لاحظ أن يتقبل الهدايا، أرسلوا إليه الهدايا، يطلب الهدايا، يطلب الأموال. يكمل الذهبي: سنة 56 و600، قتل ابن صلايا، سار هولاكو قاصدا إلى أذربيجان، فنزل إليه بدر الدين صاحب الموصل فأكرمه ورده إلى الموصل، ونزل، لاحظ هذا، نزل إليه فأكرمه ورده إلى الموصل، ونزل إليه تاج الدين ابن صلايا فقتله، فقيل إن صاحب الموصل كان في نفسه من ابن صلايا، كان حاقدا على ابن صلايا، كان في نفسه على ابن صلايا شيء وأشياء، كان في نفسه من ابن صلايا، فقال لهولاكو: هذا شريف علوي، فربما تطاول إلى الخلافة وتقوم معه خلق، فلهذا قتله هولاكو، ولم تطل لصاحب الموصل بعد ذلك حياة. أقول: المنهج التيمي العشوائي الانتقائي يدعي حسب مشتهياته وأهوائه وتدليساته، فصاحب الموصل لؤلؤ صار عمره 100 عام تقريبا وهو على أبواب الموت، فموته الطبيعي متوقع في أي لحظة، لكن التيمين يربطون موته بوشايته بابن صلايا عند هولاكو، معتمدين في ذلك على القيل، أي على سوالف العجائز، فيما وجدناهم قد قطعت ألسنتهم وبلعوا ألسنتهم في واقعة خيانة لؤلؤ وعمالته لهولاكو وإمداده بالمال والمؤونة وكل احتياجات عساكره، إضافة إلى انضمام عساكره إلى عساكر المغول ومشاركتهم إياهم في الهجوم على جيش الخليفة العباسي وإسقاط بغداد والقضاء على الخلافة. وهذه واقعة حقيقية هم يقرون بها، أما تلك فسوالف عجائز، وهذه هي سوالف وسوالف التيمية التعبانة وروزخونياتهم التدليسية. إذن في قضية سوالف العجائز، بأنه قيل أن لؤلؤ هو الذي وشى بابن صلايا، فأخذوا بها ورتبوا عليها وقالوا الله سبحانه وتعالى انتقم من لؤلؤ فقصف عمره وقصر عمره لأنه وشى بابن صلايا، اعتمدوا على القيل. أما حقيقة عمالة لؤلؤ وخيانة لؤلؤ
ومساندة لؤلؤ ومشاركة لؤلؤ في الهجوم على بغداد وإسقاط الخلافة والخليفة وإسقاط بغداد. هذه واقعة، هذه سكتوا عليها وسكتوا عنها وبلعوا ألسنتهم وقطعت ألسنتهم هنا، علما أن هذه واقعة حقيقية هم يقرون بها، أما تلك فسوالف عجائز. وهذه هي سوالف التيمية التعبانة وروزخونياتهم التدليسية. المورد الرابع، في هذا المورد نتعرف على بعض أوجه شخصية هولاكو ومن عبد الله بن رطلين الشاهد الحاضر الذي كان مقربا من خليفة بغداد ووقع في الأسر برفقة الخليفة وأهله وحاشيته. وسنجد أنه قد نسف تدليسات ابن تيمية ومنهجه نسفا بالرغم أنه من أتباع ذلك المنهج، فالشهد شاهد من التيمية أنفسهم. ففي تاريخ الإسلام في جزء 48 في صفحة 260 الذهبي قال: عبد الله المستعصم بالله أبو أحمد أمير المؤمنين الشهيد ابن المستنصر بالله، فحكى جمال الدين سليمان بن عبد الله، فحكى جمال الدين سليمان ابن عبد الله بن رطلين قال: سليمان جاء هولاكو أو هولاكو في نحو 200,000 نفس، ثم طلب هولاكو الخليفة. لاحظ هولاكو هو الذي طلب الخليفة. هذا شاهد من التيمية، من نفس التيمية، حضر الواقعة وأسر في الواقعة. ثم طلب هولاكو الخليفة فطلع ومعه القضاة والمدرسون والأعيان في نحو 700 نفس. تنبيه، لاحظ كيف يناقض التيمي نفسه بنفسه، فهولاكو هو الذي طلب الخليفة وليس ابن العلقمي. فكم شنع الذهبي والتيمية على ابن العلقمي بالعمالة والخيانة وأنه هو الذي غرر بالخليفة وأقنعه بالخروج إلى هولاكو، وهو الذي غرر بالقضاة والمدرسين والأعيان وغيرهم، فخرجهم جماعات جماعات إلى سيف هولاكو وقطع الأعناق. يكمل الذهبي: فلما وصلوا إلى الحربية جاء الأمر بحضور الخليفة ومعه 17 نفسا، فاتفق أن أبي، والكلام لسليمان ابن عبد الله بن رطلين، يقول سليمان: فاتفق أن أبي أي ابن رطلين كان أحدهم، أو كان أحدهم، فاتفق أن أبي كان أحدهم أي عبد الله بن رطلين كان أحد 17. فحدثني أي حدثه أبوه، فحدثني أنهم ساقوا مع الخليفة وأنزلوا من بقي عن خيلهم وضربوا رقابهم، ووقع السيف في بغداد، فأمر القتل 40 يوما. أقول لا يوجد خزعبلات وروزخونيات التيمية في إخراج ابن العلقمي الناس جماعات جماعات مغررا بهم أو مغررا بهم حتى قتلهم بسيف هولاكو وعساكره، لا يوجد هذه الخزعبلات في هذه الفقرة من الكلام. يكمل يقول: وأنزل الخليفة في خيمة صغيرة، والسبعة عشر في خيمة. قال أبي: فكان الخليفة يجيء إلى عندنا كل ليلة ويقول ادعوا لي، وقال أي أبوها بن رطلين، فاتفق أنه نزل على خيمته طائر، أي نزل على خيمة الخليفة طائر، فطلبه هولاكو أو هولاكو وقال: أيش عمل هذا الطائر؟ وأيش قال لك؟ لاحظوا كيف يستخف ويسخر ويهين ويذل الخليفة. وهذا هو أسلوب المستكبرين الطغاة في كل زمان. ومع هذا فخيالات المدلسة تدعي أن هولاكو خاف أن يقتل الخليفة ويسفك دمه،
يوحون بهذا إلى هيبة في الخليفة، في شخص الخليفة، في كلام الخليفة، ولم يذكروا السبب المدعى في هذه الخصوصية لو صح هذا الادعاء، وهم يجهلون أصل موت الخليفة وطريقة موت الخليفة وكيفية موت الخليفة وأين جثة الخليفة وأين دفن الخليفة وما هو مصير الخليفة وموت الخليفة وجثة الخليفة. يكمل: ثم جرت له لهلاكو محاورات معه مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا. أين الخوف وأين التردد؟ ثم جرت له محاورات مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرجا ورفسوهما حتى ماتا، وأطلقوا 17 وأعطوهم نشابة، فقتل منهم رجلان، وطلب الباقون بيوتهم فوجدوها بلاقع، فأتوا المدرسة المغيثية وقد كنت ظهرت فبقيت أسأل عن أبي، فدللت عليه فأتيته وهو ورفاقه فسلمت عليهم فلم يعرفني أحد منهم، وقالوا: ما تريد؟ قلت: أريد فخر الدين ابن رطلين وقد عرفته، فالتفت إلي وقال: ما تريد منه؟ قلت: أنا ولده، فنظر إلي وتحققني، فلما عرفني بكى، وكان معي قليل سمسم فتركته بينهم وأقمنا هناك إلى صفر، إلى أن رفع السيف فأتينا دار فخر الدين أحمد ابن الدامغاني صاحب الديوان، وقد أراد ابن العلقمي أن يضره فقال لهلاكو: هذا يعرف أموال الخليفة وذخائره وأماله، وهذا كان يتولاها، فقال أي هلاكو: إذا كان الخليفة اختاره لنفسه فأنا أولى أن أوليه، وكتب له الفرمان وقال للوزير: لا تفعل شيئا إلا بموافقته. أقول: مع كل التدليس والتفنن به، لكن يمكن الالتفات إلى الكثير من الأمور التي تفضحهم وتكشف أباطيلهم. فالمعروف عن هلاكو أنه كان لا يحترم العملاء الخونة، بل كان يسارع في قتلهم، أما المخلص الأمين الصادق فكان يستخلصه لنفسه. وإلى هذه القاعدة حاول منهج التيمية تدليس الوقائع والتاريخ، ومن ذلك ما فعله المدلس هنا، حيث جعل خصوصية ومكرمة للدامغاني لأمانته في عمله مع الخليفة في مقابل ابن العلقمي الخائن المتآمر، حيث قرب هلاك الدامغاني أكثر من ابن العلقمي وجعل ابن العلقمي تحت مشورة وأمرة الدامغاني. لكن نسيه وجهل ابن تيمية ومنهجهم السقيم أن هذه القاعدة تعني أن إمامهم ابن الجوزي قد ركس في التآمر وغرق في الخيانة على الخليفة ولي نعمته، بحيث هلاكو لم يستمهله أبدا فقتله دون تأخير ودون تردد. دال: هذه هي أدلة التيمية السقيمة، فكلها مردودة عليهم، بل هي دليل إدانتهم وكاشف عن جهلهم وغبائهم وتدليسهم وتطرفهم وإرهابهم وإجرامهم على طول التاريخ. ها، ومما يكشف ويؤكد التدليس في المقام أن الكلام مضطرب وغير مترابط المعنى، فأصل خرافة العجائز في نفاق ابن العلقمي وإرادته الإضرار برفيقه الدامغاني أنه قال لهلاكو، لاحظ هذا أصل خرافة سوالف العجائز في نفاق ابن العلقمي وإرادته الإضرار برفيقه الدامغاني أنه قال لهلاكو: هذا يعرف أموال الخليفة وذخائره وأمواله، وهذا كان يتولاها. أقول: فأين الأموال والذخائر وما هو مصيرها؟
فهل حصل عليها هناك أو أن ابن العلقمي كذب عليه؟ وهل أن أمانة الدامغاني استمرت بحيث لم يدل هولاك على الأموال ومع هذا أبقى هولاك ولم يعاقبه بل كافأه فاختاره لنفسه والعمل معه خرافة تيمية بامتياز؟ أو أنه فتح له خزائن الخليفة ودله على كل الأموال والذخائر، فأين الأمانة؟ فهو قد خان الأمانة، فكيف استأمنه وقربه واختاره هولاك لنفسه؟ وإذا كان هناك مبرر الدامغاني لإرشاد هولاك إلى خزائن الخليفة وأمواله وذخائره، فلماذا تنفون نفس المبرر عن ابن العلقمي؟ فما يصح ويجوز هنا فإنه يصح ويجوز هناك، فالحلال حلال والحرام حرام حسب الشرع الإلهي ورسالة نبيه الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. أما شرع الأرباب المليونية من الأمرد إلى الصليب والبقرة والقرد والحية والهواء والتراب والخمر والنساء والرقص والغناء إلى غيرها من أرباب تتصور وتتجسد في اليقظة والمنام، فشرع هؤلاء خاص بكم يا تيمية، فلكم دينكم ولنا ديننا، لا نعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما نعبد. يكمل: ثم إن ابن العلقمي عمل على أن لا يخطب بالجوامع ولا يصلى الجماعة وأن يبني مدرسة على مذهب الشيعة ولم يحصل أمله، وفتحت الجوامع وأقيمت الجماعات. تعليق: إذا كان هولاك قد أمر ابن العلقمي بأن لا يفعل شيئا إلا بموافقة الدامغاني، فهل أن ابن العلقمي خالف أوامر هولاك فعمل على فعل ذلك بدون موافقة الدامغاني؟ وكيف أبقى هولاك بدون عقاب وترحيل من الحياة؟ بل كيف أبقى في منصب الوزير؟ وكيف استوزر ابنه بعد وفاته؟ أو أن المنهج التيمي يتنازل عما قاله فيحذف لفظ عمل ويأتي بدلها بلفظ نوى؟ فكيف اطلعتم يا تيمية على نيات الناس؟ هل بعلم الغيب أو بسحر ودجل واحتيال؟ وإذا تصورنا وتخيلنا خرافة عمله على منع الخطب والجمع في مساجد السنة، ونتصور أن هولاك يسمع شكاوى رعيته السنة ضد ابن العلقمي، لكن كيف نتصور ونتخيل أنه عمل على بناء مدرسة للشيعة ومنع من ذلك؟ لا جواب إلا إذا كان هولاك قد صار تيميا تكفيريا إرهابيا إقصائيا يكفر الشيعة الروافض ويعتبر مساجدهم ومضافاتهم الحسينية ومدارسهم مباني ومظاهر شركية. فيا أهل الشقاق والنفاق، إذا كان هولاك قد صار على سنتكم التيمية فلماذا بقيتم تلعنونه صباحا ومساء وعلى طول الزمان؟ فهل رفضت أربابكم توبة هولاك؟ ولماذا ترفض توبة هولاك وتقبل توبة هند آكلة الأكباد وتقبل توبة يزيد قاتل الحسين؟ يكمل: وحدثني أبي فخر الدين عبد الله بن رطلين قال: كان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل البلاد وما بقي شيء أن يتم ذلك، وإنما الوزير ابن العلقمي قال: ما هذا مصلحة، والمصلحة قتله، وإلا ما يتم ملك العراق. أقول قد رددنا هذه الأكذوبة سابقا، وأقول هنا: أليف، من أين لك هذا؟ ومن أين لأبيك هذا؟ هل أبوك هو الذي أجرى المفاوضات مع هولاك وتوصلوا إلى الاتفاقية أو شخص آخر؟ فمن هو؟
باء لا جواب إلا أسطورة أن ابن العلقمي نفسه هو الذي فاوض وأجرى الاتفاق ثم استخف بهولاكو وسخر منه فغير رأيه، لكنك لم تذكره يا سليمان ولم يذكره أبوك ابن رطلين، فيبقى وحسب ظاهر كلامك أن الخليفة نفسه هو الذي أجرى الحوار مع هولاكو عندما وقع في أسره، ثم جرت له أي لهولاكو محاورات معه مع الخليفة ومع ابن الخليفة أبي بكر، ثم أمر بهما فأخرج ورفسوهما حتى ماتا. وهذه نقبلها منك لأن قبولها يعني نسف بيت العنكبوت التدليسي الذي يدعي أن ابن العلقمي هو الذي رتب أموره مع هولاكو وفاوضه ثم غرر بالخليفة وأهله وعشيته فأخرجهم إلى هولاكو فتمت تصفيتهم، ثم أنه كيف فاتك وفات التدليسيين أنه إذا كان الاتفاق مع الخليفة في تلك المحاورة والتي ترتب عليها قتل الخليفة بالرفس مباشرة، فأي اتفاق بقي حتى يفشله ويهدمه ابن العلقمي؟ ويبقى استفهام مهم جدا وهو كيف نتصور أن هولاكو يطلق سراح 17 المقربين من الخليفة فيما يقتل الخليفة وولديه ومئات الأعيان الذين خرجوا مع الخليفة؟ فهل علقمية نفاقهم وغدرهم وتآمرهم اشتغلت هنا فأطلق هولاكو سراحهم جزاء لتعاونهم معه ضد الخليفة وابنه وضد الخليفة وابنه وباقي أعيان الدولة؟ وهل هذا يكشف المرض النفسي عندهم والشعور بالنقص فيكون اتهامهم وافتراءهم لابن العلقمي راجعا إلى قاعدة رمتني بدائها وانسلت؟ ولكم موقف يا مدلسة مع ابن العلقمي عند حكم عدل عند الله العلي القوي العزيز، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.